السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا اسمه أركين. الموقع دوت فيه ذكاء اصطناعي متخصص في الاركتكتشر ديزاين، هيساعدك كتير جدا. تمام، خلينا نبص سريعا كده على الفيديو ونشوف الصور اللي هو بيعملها. ممكن نقول له مثلا صمم لنا مبنى، فيبدأ يعمل لنا تصميمات بالشكل دوت. طب احنا عايزين نعدل في الارتفاعات، نقدر نعدل فيها بسهولة. اهوت دي بعض المخرجات اللي عنده، تمام، وبكل سهولة اي شكل فيهم عايز تعدل فيه تعديل بسيط يبدأ ان هو يعدله لك. اهو بتبدأ تختار ويبدأ ان هو يعمل لك التصميم اللي انت عايزه، وتحدد الارتفاع وتحدد الطول والعرض وكل حاجة والشكل بتاعك. فبسهولة بيبدأ يعمل لك الاكستيريور ورك فلو. ويوريك الرندر ليه. طب لا ده انا عايز اعدل حاجة، فتقدر تعدلها وفي ثواني تلاقي الرندر جاهز. لفينا المبنى اهوت بالزاوية اللي احنا عايزينها. ودي مخرجات كتير جدا من التصميم الاساسي دوت، وبرضه في انتريور ورك فلو اهوت. ده الشكل اللي اتعمل، ودي كلها حاجات رندر خارجة من الشكل الوسيط اللي اتعمل هنا. هو انا دخل العين جوه المبنى، من ضمن المزايا الجميلة جدا ان الموقع دوت عملوه شباب مصريين. تمام، فاحنا لازم نشجع المنتج المصري، حاولوا تستخدموه على قد ما تقدروا، وان شاء الله هتلاقوا فيه الايام الجاية تحديثات وحاجات افضل بكتير.